معنا عبر الهاتف المقدم صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة. مرحبا بك معنا. بداية، ما مستجدات المواجهات في مأرب؟ نعم، للأسبوع الثاني على التوالي ورجال الجيش الوطني مسنودين برجال القبائل العشاوش وطيران التحالف العربي يخوضون معارك شرسة على امتداد جبهات مأرب. في صباح يومنا هذا تمكن رجال الجيش الوطني ورجال المقاومة من استهداف مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي في جبهة هيلان واستدراجهم إلى كمين محكم، أدى ذلك إلى مصرع 13 عنصرا وتدمير طقمين. نعم، ماذا عن جبهات محافظة الجوف؟ وفي جبهة الجوف في منطقة طحيظة الواقع الشرق مدينة الحزم تمكن رجال الجيش الوطني مسنودين برجال القبائل وطيران التحالف من تحرير عدد من المواقع، فيما لقي أكثر من 17 عنصرا من عناصر الميليشيات مصرعه، وتشنت طيران التحالف بأربع غارات استهدف عربتين ودمر طقمين، وتم تحرير المواقع واستخراج كمية الألغام التي زرعتها هذه الميليشيات في ذات المنطقة. نعم، أين يقف الإعلام العسكري والحكومي بشكل عام من عملية التعريف بالمعركة وأهميتها، خصوصا في ظل هجمات الميليشيات على الأحياء السكنية والمدنيين في مأرب؟ نعم، نقوم بنشر كل ما يقوم به الميليشيات الحوثي، وما أن تتلقى هذه الميليشيات أي ضربة موجعة في أي جبهة من هذه الجبهات تقوم هذه الميليشيات الإجرامية بإطلاق الصواريخ صوب المدنيين والمدنيين الساكنين في مدينة مأرب، فقد بلغ إجمالي الصواريخ قرابة 973 صاروخا أطلقته منذ بداية الحرب على الأحياء على المناطق الأهلة بالسكان، وأدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 673 مواطنا وطفلا وامرأة. نعم، شكرا للمقدم صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف.